المغاربة فاهمين بلي الملكية شيء ضروري بالنسبة إليه. وهذا الشيء تنقول لكم باش تبقاو عاقلين عليه، باش تديروا منه قناعة سياسية تصل إلى عقيدة سياسية، أنكم تبذلوا واحد المجهود دائما. عندكم يسحب لكم اللي كان نتكلم بحال هكذا راه باش نجامل جلالة الملك، راه جلالة الملك ما حصلش شيء باش نجامل، والملكية وجلالة الملك في أوج الوضع ديالهم السياسي ما حتاجينيش. كي كنقول لكم للحاضر وللمستقبل باش ما يبقى حتى واحد يتاجر بهذه القضية هذه. فالأساسيات ديال البناء ديال الأمة خلاص واضحة، فلم نعد في حاجة لمن يضبطنا، أنا شعب منضبطي. وماشي معنى أنه إذا كنا مع الملكية ديالنا بحال هكذا أننا غادي نكونوا دائما كنقولوا نعم، لا كنقولوا نعم ونقدروا نقولوا لا أو نقدروا نصفوا، ولكن في الإطار ديال الأدب، الإطار ديال القانون. هذا التصحيح ديال العلاقة اللي خصها تكون بين الملكية وبين المواطنين، التصحيح ديالها. ما نبقاوش في هذاك الشكل اللي نقطع لك ديال شحال هذه، اللي من خلالها كيتسللوا لنا أشخاص أمثال من ماتوا رحمهم الله وتعرفونهم، واللي استطاعوا يعملوا بالبلاد ذاك الشيء اللي قال لهم رسول. سيفينيتوس او على الاقل سادوفريفيني، ولكن هذا الشيء بالنسبه لكم انتم وانتم صغار خصكم باش ما يبقاش حتى شي واحد قادر يلعب من خلال اظهار يعني اشياء غير صحيحه او افساد العلاقه ابدا. نحن ملوكنا نفديهم بارواحهم. وننصح لهم لأن ديننا هذا الذي يقول لنا دين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. العلاقات ديالنا مبنية معهم على المحبة والتعاون والنصح.